في أشياء موزونة، مثل الآن مثلا زيت الزيتون، مفهوم؟ طيب، فالرجوع في هذا يكون على ما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قلنا مثلا الآن العلة في الذهب والفضة أنها العلة فيها الثمنية، ولهذا قلنا يجري الربا في العملات الورقية عندنا، ولابد في البيع بيع الذهب بالذهب من التقابض والتماثل، يعني يجري فيه ربا الفضل وربا النسيئة، وكذلك الذهب الفضة بالفضة. أما إذا كانت العلة الثمنية وتغير النوع، ذهب بفضة، ذهب بعملة ورقية، يصح بشرط التقابض. وعندنا إشكال هنا عند بعض الصرافين، الصراف الذي يصرف لك العملة الورقية، يأتي الشيخ لهذا الصراف ويقول لدي دولار أريد يورو، يقول طيب أعطني مثلا 1000 يورو وأعطيك 1500 دولار أو العكس. فأعطاه يقول دقيقة أدخل إلى هذه الغرفة أأتيك بالعملة الثانية، صح؟ لا صح. فماذا يصنع هذا؟ يأخذ المال يقول ائتني بالعملة الأخرى ونتقابض يد بيد، مفهوم؟ طيب، هذا أعطاه اليورو والثاني أخذ يعد، عد اليورو وضعه ثم عد الدولارات وأعطاه، يصح؟ يصح، هذا تقابض ولا إشكال في هذا. عندنا مسألة مشكلة، وهي بعض الشباب في المسجد الآن هنا يقول اسمع اصرف لي هذه العملة 100 يورو أعطيها الشيخ ويعطيني إياها أوراق من فئة مثلا 20، موجود فئة 20 يورو 5 أوراق، يصح ولا يصح في المسجد؟ في المسجد نعم. هذا الشيخ يقول ما يصح في المسجد، ما يصح. هل الصرف بيع؟ نعم، هذا كتاب البيوع بيع. كيف ليس بيع؟ بيع. لو قال ليس عندي إلا 4 أوراق أعطني 100 وأعطيك 4 أوراق فئة 20، أعطاه كم؟ 80، وقال إن شاء الله أعطيك 20 إذا خرجنا من السيارة، يصح؟ لا يصح، لابد من تقابض وتماثل أيضا هنا، لأنه يورو بيورو، الله يفتح عليك، ما يصح، مفهوم؟ وفي المسجد لا يصح، لأن الصرف إخواننا بيع. كيف بيع؟ نعم، ويذكر هنا في كتب الفقهاء. طيب، إذن العلة في الذهب والفضة الثمنية، والعلة في التمر والشعير مطعومة، خرج بهذا ريال، هذا اللي يغسل به الملابس صابون ريال، تايد وإريال. الشيخ لديه، نحن نسميه إريال، لديه إريال صابون غسيل الملابس، وهذا لديه تايد، هل يشترط التماثل في البيع هنا؟ لا، لأنه هذا ليس المطعوم أصلا، يجري الربا في القمح والشعير والزبيب والتمر لأنه مطعوم، مفهوم؟ وكذلك أنها
قوت ومدخرة على قول. فهل يجري الربا في الفواكه؟ لا. طيب هل يجري الربا في الملح؟ نعم. ما العلة؟ العلة أنه يصلح به الطعام. أيضا يجري الربا في البهارات الموجودة اليوم. مرة أخرى بالنسبة للتمر والشعير والبر، العلة فيها أنها مطعومة، خرج بهذا غير المطعوم صابون غسيل الملابس إريال أو تايد، هذا لا يجري فيه الربا. وكذلك أنه مدخر أو قوت في البرتقال، هل يجري الربا في البرتقال؟ لا. برتقالة ببرتقالتين يصح؟ يصح ولا إشكال. طيب يجري الربا في الملح لأنه يصلح به الطعام، إذن يجري الربا في البهارات يا أخي، فلفل الأسود ومثلا الكمون، الله يفتح عليك. نعم. طيب قال فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه. كيف نعرف أنه مكيل أو موزون؟ بالرجوع إلى ما كان عليه عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ لديه من القمح مثلا لديه من القمح مثلا ايش تقولوا مثلا كيس من القمح، أراد أن يبيع كيس من القمح بكيس من القمح، هل يصح البيع أو لا يصح؟ قمح بقمح يصح أو لا يصح؟ ننظر. لابد هذا مكيل أو موزون؟ زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكيل. كم يساوي من الكيل؟ يساوي 100 مكيال، وهذا يساوي 90، فالبيع باطل، مفهوم؟ 100 بـ100 البيع صحيح بشرط التماثل، الحمد لله تحقق. يبقى معنا التقابل. لو ذهب إلى البقال وقال اسمع أريد منك سكر، قال أعطيك سكر هات المال، قال لا عندي سكر في البيت أعطيك به إن شاء الله غدا، الآن أنا محتاج للسكر أريد أصنع شاي للضيوف وغدا إن شاء الله تعالى أعطيك سكر، يصح؟ قمح حتى ترتاح. طيب قال أعطيني قمح الآن أريد أصنع خبز للضيوف وغدا إن شاء الله تعالى أعطيك قمح من البيت، كم؟ 20 مكيال من القمح أخذ اليوم يعطيه غدا إن شاء الله، يصح؟ لا يصح. هذا مكيل بمكيل من جنسه، لابد من التقابض والتماثل. قال أريد أن أشتري منك قمح بمال، أعطيك المال غدا، يصح؟ لا إشكال، مفهوم؟ طيب مكيل بهذين الشرطين، بمكيل من جنسه، مكيل بمكيل، قمح بقمح، شعير بشعير، لابد فيه من التقابض والتماثل. طيب قمح بشعير يصح ولا يصح؟ قمح بشعير يصح بشرط واحد وهو التقابض، ولا اشترط التماثل. 100 مكيال من القمح ب20 من الشعير يصح؟ يصح ولا إشكال، مفهوم؟ طيب تمر بتمر بالشرطين تقابض وتماثل. الشيخ لديه تمر قديم وهذا لديه تمر جديد، قال أعطيك 20 مكيال من التمر القديم ب10 من الجديد، يصح؟ لماذا يا أخي؟ قديم، هذا قديم فيه سوس، ماذا يصنع؟ يبيع التمر القديم وأتي بماله واشتري الجديد، مفهوم؟ طيب التمر أنواع عندنا، صح؟
تمر سكري، بتمر برني، سكري ببرني، يصح ولا يصح؟ شرطين. هذا نوع من أنواع التمر وهذا نوع آخر من أنواع التمر، يصح بالشرطين ولا بد، التقابض والتماثل. طيب، باع صاع الشيخ اللي يجيب عن هذا السؤال له جائزة إن شاء الله، باع صاع من التمر السكري بأربعة أمداد من التمر البرني، يصح البيع ولا؟ يا رجل، صاع بأربعة أمداد، الله يفتح عليك، بعد الدرس. الصاع يساوي أربعة أمداد، فهذا تماثل. كان التقابض في مجلس العقد، نعم، البيع صحيح. طيب، إذا كان لدى هذا تمر وهذا لديه تمر، قال اسمع رأس برأس، أنا لا أدري عن مقدار هذا التمر، وقال أنا أيضا لا أدري عن مقدار التمر، تأخذ مني هذا التمر وأخذ منك هذا التمر والحمد لله، يصح؟ يا أخوان، فهمت الآن؟ هذا قال والله ما أدري عن مقدار هذا التمر الذي لدي، وقال هذا أنا لا أدري، يا أخي حصل التراضي، يصح ولا يصح؟ لماذا؟ لأنه في جهالة هنا. ماذا نصنع؟ نكيل الأول ونكيل الثاني، تماثل الأول مع الثاني فالبيع صحيح بشرط التقابض، وإلا ما تماثل البيع باطل. انتبه معي، بعض الشباب يصنع هذه المعاملة، يقول الشيخ تعطيني جوالك وأعطيك جوالي وما يوريها الآن الجوال، يصح ولا يصح؟ قال خلاص اتفقنا، يصح البيع؟ لا يصح. أو يضع هكذا يدعو على الساعة، قال تعطني ساعتك بساعتي موجود، يصح؟ لا، لأنه لا ندري هل هذه يعني تساوي 10 أو تساوي 100، ولعل ساعة الشيخ تساوي 100، يصح؟ لا يصح أبدا، هذا البيع لا يصح لأنه فيه غرر وجهالة. طيب اجلس. يقول إذا جهلنا المقدار كأننا علمنا التفاوت، حرام. نعم، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب، هل يصح بيع التمر في رؤوس النخل؟ هل يصح بيع التمر في رؤوس النخل؟ هذا الشيخ لديه مزرعة فيها نخل، وجاء هذا قال أريد أن أشتري منك هذا التمر، طبعا هو ليس التمر الآن على النخل، هو رطب، هل يصح؟ لا يصح إلا في صورة يذكرها الفقهاء، وهي بيع ماذا؟ النخلة؟ ما هو صحيح بيع النخلة، بيع ماذا؟ بيع العراية، يعني بيع كأنه عارية. أنا أذكر لكم كيف تكون هذه الصورة. اجلس، هذا لديه بستان فيه نخل، ولديه طبعا عمال يعمل في هذا البستان، هو ما يستطيع هذا صاحب الرطب صاحب النخل أن يطعمهم رطب، ما يستطيع. لماذا؟ لأنه لو أطعمهم رطب قضوا على جميع البستان، لأن الآن لو تأكل من الرطب ما شاء الله تأكل كمية كبيرة،
أما لو تأكل من التمر تأكل أكثر ما يكون 10 حبات في الغالب يعني وتشبع. فصاحب البستان في الغالب يحتاج إلى ماذا؟ إلى تمر. والناس تحتاج إلى رطب حتى تتفكه لأنه كأنه فاكهة. فهذا الأخ الآن يريد رطب وليس لديه مال يشتري به الرطب. لو كان لديه مال كان جاء إلى صاحب البستان قال اعطني رطب واعطيك المال، ينزل الرطب من الشجرة ويعطيه، يصح؟ يصح البيع هنا. هذا الوعاء فيه رطب، أعطاه الرطب وهذا أعطاه المال، يصح؟ يصح. فهذا البيع الآن يصح في صورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يكون هذا محتاج للرطب وليس لديه مال، ليس لديه إلا التمر، فيعطيه تمر مقابل الرطب. لكن الرطب أين؟ لابد أن يكون على رؤوس النخل. لو كان الرطب في الأرض يعني بعد الجذاذ لا يصح البيع، هذا البيع في هذه الصورة، مفهوم؟ طيب نترك هذه الوقعات يعني إن شاء الله أو نذكرها كامل. الأول أن يكون المشتري ليس لديه مال، لديه تمر، وأن يكون محتاج لأكل الرطب، خرج بهذا. إذا كان غير محتاج يريد الرطب حتى يبقيه إلى أن يصبح تمر. الثالث أن يتقابض في مجلس العقد، يعني يعطيه الآن التمر وهذا يخلي بينه وبين النخلة، يقول خذ الآن النخلة هذه لك، متى أحببت تأتي وتأخذ منها الرطب. الثالث أن يكون هذا البيع فيما دون 5 أوسق. الخامس أن الأول أن يكون محتاج إلى الرطب لا إلى التمر، أن يكون فيما دون 5 أوسق، أن يتقابض، أن يخلي بينه وبين الثمرة. يبقى معنا بخرصها، كيف بخرص؟ يخرص الرطب، يعني يقدر. هناك أناس لديهم خبرة، ينظر في الشجرة فيها رطب، يقول هذا الرطب يؤول تمر إلى 20 مكيال مثلا، فيعطيه هذا 20 مكيال من التمر ب20 مكيال من الرطب. الآن المسألة في الأصل محرمة، هل يصح بيع التمر بالرطب؟ هل يصح بيع التمر بالرطب؟ هذا لديه رطب وهذا لديه تمر، هل يصح بيع التمر بالرطب؟ ما هو الشرط؟ تقابل والتماثل لا يشترط؟ يا أخي التمر بتمر يعتبر الآن، لكن قلنا تمر برطب، هل يصح بيع التمر بالرطب؟ هذا لديه تمر وهذا لديه رطب، هل يصح البيع ولا يصح البيع؟ ما يصح، لأننا لا يمكن أن نعرف مقدار الرطب، لأنه ينقص إذا جف وأصبح تمر ينقص. فهنا لا، لم يتحقق شرط التماثل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، عن بيع الرطب بالتمر، قال أينقص إذا جف؟ إذن ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا علة التحريم، وهو أنه لم يتحقق شرط التماثل. طيب ننتقل أحسن من هذا، يقول ألا يقع العقد على محرم، والمحرم قال إما لعينه أو لوصفه، هل يصح بيع الأصنام؟ أوقف، بيع الأصنام يصح أو لا يصح؟ نعم يا أخي، بيع الأصنام يصح أو لا يصح؟ لماذا؟
حرام فقط. سبحان الله. بسم الله. طيب الآن أنت ترى أصنام تباع، إيش تصنع فيها؟ تشتريها؟ التماثيل صح؟ لا. بيع الخمر لا صح؟ طيب، لأنه هذا فيه تعدي على الدين، مفهوم؟ طيب، هل يصح بيع البيض؟ بيض 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 الدجاج يصح؟ بيع العنب يصح؟ هذا الأصل في بيع البيض وبيع العنب، جائز. جاء إليك إنسان وأنت لديك عنب وقال أريد أن أشتري منك هذا العنب حتى يصنع الخمر، يصح ولا يصح؟ يا أخي قبل قليل قلت بيع العنب جائز، والآن عندما قلنا لك نريد يصنع خمر امتنعت. لماذا؟ لأنه هذا تعاون على الإثم والعدوان. بيع البيض حكمه ها حلال، لكن أراد بيع البيض لأنهم يعني يكون بينهم مثل ما أدري يسمى التحدي أو كذا، من يكسر البيضة من فوق يصح البيع هنا؟ لا، لأنه يؤدي إلى محرم. طيب، كل ما أدى إلى محرم فهو محرم، مباح فهو مباح، أدى إلى مباح، يريد عنب حتى يأكل يصح؟ أشتري عنب حتى يأكل تعطيه؟ بيع أجهزة الهاتف المحمولة يصح؟ كمبيوتر، ما تعرف الكمبيوتر؟ نعم عارف الله. آيباد أنا أتكلم عربي إن شاء الله يصح، لكن تعلم من هذا أنه يستعمل هذا المبيع في محرم تعطيه؟ لا، لكن الأصل في البيع، بيع الملابس، بيع المخدرات، مخدرات يا رجل. نعم، فتح المخدرات الحمد لله. بيع المخدرات حرام ولا شك. طيب اجلس. طيب، بيع الخمر، بيع الميتة، من يعرف ما حكم بيع الميتة؟ بيع الميتات يصح ولا يصح؟ اللي يعرف ارفع اسمع يا اخوان. نعم يا اخوان، ننظر. ميتة جراد حلال،